الأحلام فكرة، والفكرة تنبع من رؤية، والرؤية تلزمها إرادة، والإرادة تحقق المستحيل. رؤية المملكة 2030 أعلنها ولي العهد عام 2016، رؤية الحاضر للمستقبل، مستلهماً من إرث الماضي ومرتكزات القوة، خارطة عمل لاقتصاد مزدهر جاذب للاستثمارات، ينهي عقود الإدمان على النفط واعتماد المملكة على المصدر الواحد إلى اقتصاد التنوع والاستدامة، متكئا على طموح فوق هام السحاب وشعب عظيم بهمة جبل طويق. لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا انحد هذا الجبل وتساوى بالأرض. الرؤية حقيقة أكدها الأمير محمد بن سلمان منذ إعلانها، فهي نتاج عمل وجهود دؤوبة أشرف على إعدادها أمير التغيير، وباركها وأقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين. اليوم وبعد 3 أعوام من إعلان الرؤية، تسير برامجها وفق ما هو مرسوم: ترشيد للإنفاق، وتنمية لمصادر دخل غير نفطية، وتعزيز لدور صندوق الاستثمارات العامة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، ليسير الاقتصاد السعودي بخطى واثقة تجاه النمو، وتتحول ميزانية المملكة من تقشفية في 2015 إلى توسعية في 2019، والأرقام خير برهان على هذه التحولات المتسارعة. أطلب من الجميع بأن لا يصدقوني، انظر للأرقام، الأرقام هي التي تتحدث. تصحيح لمعلومة ذكرتها، التوقع لنمو الاقتصاد المملكة العربية السعودية للعام الحالي من 2.2 إلى 2.5%. ما شاء الله، عدلت أكثر من مرة، أعتقد 3 أو 5 مرات. وهي أهم ميزة بالنسبة لدى السعودية هي الطاقة الشبابية اللي فيها، والميزة الجيدة أنهم شباب واعي قوي، لديه طموح رائع، مثقف، متعلم بشكل جيد، مبدع، لديه قيم عالية. باقي فقط أن نضع الرؤية ونعمل عليها. الشباب بلا شك هم أهم روافد هذه الرؤية وتحقيقها. ولأن شباب الوطن هم القوة الحقيقية والمحرك الرئيس للتنمية، فقد فتحت لهم الرؤية آفاق المستقبل بتطوير مسيرة التعليم والتخصصات الجامعية وإطلاق المشاريع النوعية التي تستوعب إبداعاتهم وتخلق لهم الفرص التدريبية والوظيفية من أجل رفاه المواطن ودعم مشاركته الفاعلة في بناء وطنه. من مدينة الحالمين نيوم إلى مشروع الجدية، المدينة الرياضية الترفيهية، إلى مشاريع سياحية عالمية استثنائية كمشروع البحر الأحمر وتطوير وادي الديسة وغيرها من المشاريع، يتغير وجه المملكة لتتحول إلى وجهة سياحية جديدة عالمية. وفي الشمال وعد يتحقق ليصبح في عهد الرؤية أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية العملاقة والرافدة المهمة لتنويع مصادر الدخل الوطني. مجتمع حيوي بيئته عامرة هدف والتزام لرؤية المملكة 2030، مجتمع يتمتع بأعلى درجات جودة الحياة اجتماعياً وصحياً وثقافياً وفق منظومة عمل محكمة المواطن هدفها وغايتها، ومشاريع عالمية عملاقة تطور نمط المعيشة في العاصمة بإشراف مباشر من لجنة المشاريع الكبرى برئاسة سمو ولي العهد. انطلاقا من إيمان القيادة بدورها المهم في تنمية الوطن، مسيرة تمكين المرأة السعودية تحقق قفزات نوعية بقرارات وتشريعات تسمح لها بأداء دورها الحيوي في المجتمع وفق الضوابط الشرعية مع إقرار القوانين التي تحميها، وصولاً إلى الثقة الملكية الغالية بتعيينها في مناصب قيادية
لتصبح الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة سعودية في تاريخ المملكة. السعودية نعتقد أن لم نستغل إلى اليوم إلا فقط 10% من قدراتنا وإمكانياتنا، وهناك 90% نريد أن نستغلها. ولأن الرؤية تعتمد على مكامن القوة غير المستغلة، فقد سعت القيادة لاستغلال ما تملكه المملكة من مقومات جغرافية وسياسية واقتصادية لتؤدي المملكة دورها الريادي كعمق وسند للأمة العربية والإسلامية. فكانت جولات الملك وولي عهده العالمية محطات فارقة في مسار العلاقات السعودية التاريخية مع مختلف الدول. جولات نجحت في نقل التجارب وخلاصة الفكر العالمي والتقنية بتوقيع العديد من الاتفاقيات من أجل تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي لترسيخ قوة الصناعة في المملكة، وشواهدها صناعة القوة مع الخطوات الواثقة في الصناعات العسكرية. بسم الله وعلى بركة الله، حلق فوق أغلى أرض. توكلنا على الله، انطلقنا وطموحنا أنال السماء. خارطة العمل رسمها ولي العهد وباركها الملك سلمان، وسار الوطن على دربها، درب الإنجازات الطموحة، والطموح عنان السماء.